طبعا بالنسبة لما ذكرت من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يلقي بنفسه من على الجبل، أنا بستغرب الحقيقة من هؤلاء. هذا الحديث لم يصح، هذا القدر لم يصح، منكر. تفصيل الكلام إيه؟ الحديث ده رواه البخاري رحمة الله عليه في 7 مواضع من صحيح، وحديث بدء الوحي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث في غار حراء حتى فجأه الملك وقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم أخذ عليه السلام عليه الصلاة والسلام ترجف بوادره وذهب إلى خديجة وقال زملوني زملوني ذثروني ذثروني إلى آخر الإيه، وقال خشيت على نفسي، قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إلى آخر الحديث الذي يعرفه الإيه الناس. رواه البخاري رحمة الله عليه في كتاب بدء الوحي وفي كتاب الأنبياء وفي 4 مواضع من كتاب التفسير وفي كتاب التعبير، كتاب التعبير وتعبير الرؤى يعني. رواه ب3 أسانيد، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة. رواه عن عقيل بن خالد عن الزهري، عن يونس بن يزيد عن الزهري، ومسلم اتفق معاه في الروايتين دول. ورواه عن معمر بن راشد عن الزهري، وبقيت سند عن عروة عن عائشة. بالضبط كده. يبقى أنا عندي 3 من كبار أصحاب الزهري، معمر بن راشد أبو عروة وعقيل بن خالد ويونس بن يزيد الأيلي، 3 دول يروون الحديث عن عروة عن عائشة رضي الله عنها. تمام. رواية عقيل ويونس خالية من الحكاية دي، إنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي الجبل يريد أن يتردى من على الجبل، إنما وردت هذه في رواية معمر ابن راشد وفي كتاب التعبير. بس كيف وردت بقى في البخاري؟ بعدما روى البخاري الحديث وأن خديجة رضي الله عنها ذابت بالنبي صلى الله عليه وسلم ورقة ابن نوفل، وفتر الوحي، قال الزهري وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتر الوحي كان يأتي رؤوس شواهق الجبال فيريد أن يتردى من على الجبل، فيتبدى له جبريل عليه السلام فيقول له إنك لرسول الله حقا، فيهدئ من إيه؟ من روعه. إذن هذا الجزء مفصول عن الحديث الأول، لأن الزهري قال وبلغنا، يعني هذا من بلاغات الزهري، هذا من بلاغات الزهري، ومراسيل الزهري ولغات الزهري شبه الريح، هذا ليس مسندا. طب ليه أورد البخاري في الصحيح؟ لأنه من تمام الرواية، زي ما البخاري روى حديث صلح الحديبية وأن عمر بن الخطاب لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم ألسنا على الحق أليس عدونا على الباطل، فلمن نعطي الدنية في ديننا، البخاري روى في هذا الحديث قال، قال الزهري، لأن الزهري روى هذا الحديث برضو عن عروة عن المسر بن مخرمة ومروان بن الحكم، قال قال الزهري قال عمر بن الخطاب فعملت لذلك أعمالا. ما ده منقطع، لأن الزهري لم يدرك عمر بن الخطاب. طب لماذا أورد البخاري؟ لأنه من تمام الرواية. تمام. فهذا القدر اللي هو ان الرسول عليه الصلاه والسلام اراد ان يلقي نفسه من على الجبل، انما رواه الزهري بلاغا عن روايه معمر، يعني عن الزهري بلاغا ولم يرويه بالسند الموصول. ولذلك هذا الحديث ليس على شرط البخاري، يعني اذا خرجت هذا القدر من الحديث لا تقل ان رواه البخاري، لابد ان تقول رواه البخاري في بلاغاً. لابد أن تذكر هذا مقيدا، لأن البخاري اسم الكتاب بتاعه الصحيح المسند،
الجامع الصحيح المسند من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه. فكلمة المسند صفة كاشفة لحقيقة الأحاديث التي يحتج الإمام البخاري بها داخل الصحيح، فهذا ليس مسندا إنما رواه الزهري بلاغا كما قلت. نعم. إذن شيخنا عفوا بين حاصرتين، إذا أردنا أن نقول وحتى لو عفوا أكمل الكلام، وحتى لو افترضنا أنه صحيح فالإمام أبو بكر الإسماعيلي أوله تأويلا صحيحا وقال هذا من القدر الذي يبقى عند النبي من صفات الآدميين. نعم. كالخوف الجبلي، يعني موسى عليه السلام والارتعاد وغيره. موسى عليه السلام من أكثر الأنبياء ذكرا للخوف، قال إني أخاف أن يقتلون فأوجس نفسي خيفة موسى فخرج منها خائفا يترقب. كل هذا من الخوف البشري، يعني يكون النبي يخاف من الثعبان، يخاف من السبع، يخاف من ده أشياء يعني تبقى بحكم جبلة الإنسان. فقال إن لما فتر الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم حزن حتى أنه كاد أن يفعل هذا. ده الكلام، ده كلام أبو بكر الإسماعيلي، لكن إحنا بنقول التأويل فرع التصحيح، قاعدة المعروفة يعني. نصحح الأول وبعدين نتأول. لا نؤول إلا إذا صح الخبر يعني. أقول شيخنا إذن بين قوسين أنه إذا أردنا أن نحاكم الإمام البخاري على كلامه لا نحاكمه إلا عما رواه مسندا. بالضبط كده، اللي هو على شرطه. على شرطه، اللي هو على شرطه. نعم. وهذا خارج هذا الباب. خارج مسألة أن يكون مسندا، وإنما ذكره تماما للصورة حتى لا يكون انتقص من كلام من حديثه من كلام الزهري جزءا. بالضبط. وأضاف هذا الزهري هذا بلاغا يعني وليس ذكره حديثا. ذكره من تمام الرواية. نعم. من تمام الرواية. نعم. جميل جدا.